يوم مرحبا بكم اخوات معنا في فيديو جديد. اليوم كيف ما كنت قلت لكم على حسب الفوتس ديالكم في بيس البوست اللي خليته هو اللي غندير لكم فيه فيديو. اوف كورس كيف ما شفتوا بان باك يعني تصويت على باك اذا اكثر من تصويت انني نشري مدرب دونك غادي ندير لكم تفتيح باكاج عندي 700 كوينز حاليا كنجمعتها. ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومنت. اليوم تفتيح باك غيكون عباره على واحد الفكره جديده فهمتي. انا قادك تغادر تيقول لك تغادر الحصول على صون على صالح على حنا غنتيستيو دابا في هذا الفيديو ونشوفوا داكشي نيت الكذوب كيقول لك تبع الكذب سلام بدا حنا نشوفوا نيت داكشي شحال تيطلقوا علينا في اوكي ليتس جو. ممكن ما كتشوفوا الخوت عندنا لعبة الاسبوع اللي حطوا فيها بيدري بوستر وحتى فودين بوستر بعد من اللاعبين وكاين دانيلو. المهم ثالث بوستر معنا كازاميرو داروا سي بي هذه المره في بلاصه الدي ام اف كيف ما العاده. المهم بالنسبة للباك ديال بيكين باور راه فاش مكنتش كاريكول كان جاني راشفورد مودريت كاين عنده دبل تاتش كاين عنده شوفو مزيانة نهار كاينة سومبريرو قالها فليب فلاب تولي عندو سبيشال دبل تاتش هو اللي باقي مجانيش. مودريت عندي هاد اللعب الأسبوع ديالو معنديش شي بطاقة أخرى ديالو. المهم أولا عندنا ثلاثة الفتحات أوكي نحيدو النحس بعدا كاينة باش تجينا شي حاجة زوينة حيت في البداية مكيعطيوكش مزيان شي حاجة زوينة فهمتي كتاوك داكشي اللي بغاو كاين سكيبي ولي مفيهاش خضر. عندي لنا بيض حيدو علينا داك النحس ديال الباك وعاد ديك الساعة نشوفو هاد التغرة فين غتخرجنا نتيقو هادو يمشيو معاهم على قد عقلهم. اوكي حيدو هادو تا هو ليتس جو دابا نمشيو الباك ديال او دابا اللي كناكل شوت عندو فودين كناكل شوت نايس بيدري ولا فودين واحد فيهم الله اعلم واش غادي يتعاملوا معايا ولا لا. نقول لهم بلي انا ما بغيتش شي لاعب باش يجيني ديك اللعاب الاول كيف العاده لا باك عيان اذا بغيت شي حاجه بلا ما تعطونيش تعطوني لا فودين لا بيدري ما بغيتهمش باس لي. داروا معايا بصح هاد المرة راول غارسيا طيب داروا معايا بصح فين او دفك عطوني اخي اللعب لا ربا والله يتسطوني برا وا الحبس هادو لا ربا والله يتلهرب. اوكي شي مشكل دابا اللحظة المنتظر 7 محاولات عندنا ان شاء الله يجينا صون ولا صالح اللي كان واحد فيهم واحد في هادو. المهم نمشيو دابا نديرو ديك التغرة ونشوفو كي ندير. انا مخدم الفيديو ديجا في بي سي نشوف كيفاش خونا اش غيدير. بالنسبة للخطوات اول خطوة ندخل على اللاعب سون 3 مرات على التوالي بهذه الطريقة تدخلون على بطاقة اللاعب سون 3 مرات على التوالي هذه بالنسبة للخطوة الأولى. أما بالنسبة للخطوة الثانية ندخل على محمد صلاح 2 مرات على التوالي بهذا الشكل ندخل على بطاقة محمد صلاح هذه بالنسبة للخطوة الثانية. أما الخطوة الثالثة ندخل على اللاعب كييزا 1 مرة. أما بالنسبة للخطوة الرابعة يا شباب ندخل على بطاقة محمد صلاح ونقلب في إحصائياته كما موجود في الصورة أمامكم تقلبون بهذا الشكل في بطاقة اللاعب محمد صلاح هذه بالنسبة للخطوة الرابعة. أما الخامسة يا شباب نخرج من الباكج ومن خارج الباكج ندخل على بطاقة محمد صلاح 1 مرة وأيضا بالنسبة للخطوة الأخيرة ندخل على اللاعب سون 1 مرة. هذه بالنسبة للخطوات. الآن بعد تطبيق الخطوات بشكل صحيح سنقوم بتفتيح الباكج تعرف الحين طبقنا خطوات كاملين الباكج وإن شاء الله نحصل على محمد صلاح دائما تأكد بسم الله رب العالي قال لك تغرى اودي الانجليزي بدا عطاوك دفاك عطاوني كازاميرو نايس المهم قربنا شوية عطاوني الدوري الانجليزي اليونايتد قريبة لي ديربي هذا نشوف كازاميرو فين نشوف فين كاين وسوي فهمتي بقات لي بزاف ويطلع الفوق اوكي سير التغرى الاولى ما صدقاتش اوكي نجربو التغرى الثانية بالدخول الى ديبا على 2 مرات هكذا يا اخوان ثم نفس الشيء عند هذا اللاعب يعني الاسماء غريبه نوعا ما يا اخوان كما ترون ثم سوف ننتقل نفس الشيء عند هذا اللاعب 2 مرات
فيرجيل فان دايك اخي الكريم سوف ننتقل عنده مره واحده والاطلاع على فيرجيل مره واحده طلع الاحصائيات ديالو سير ثم سوف ننتقل عند ماركو اسينسيو مره واحده نفس الشيء والاطلاع على احصائياته هكذا ماركو اسينسيو احصائيات ديالو طق طق زيد ثم يا اخوان سوف ننتقل عند كوريا مرات كوريا جوج مرات زين هكذا ثم نفس الشيء عند هذا اللاعب ثم بعدها سوف ننتقل عند اخر لاعب موجود في الباكج لا اتمنى اي احد ان يحصل على هذا اللاعب ثم يا اخوان سوف ننتقل مباشره عند اللاعب فودين ثلاث مرات ثم المره الثانيه والمره الثالثه ثلاث مرات سوف ننتقل بعد ذلك عند كيزا التي جربتي علينا فودين ثلاث مرات بعد كيزا شنو غادي نقول الاولى والاطلاع على احصائيته هكذا ثم للمرة الثانية والإطلاع على إحصائيته. يعني غيوضر لنا. للمرة الثالثة والإطلاع على إحصائيته يا أخي الكريم. ثم أربع مرات عند محمد صلاح دون الإطلاع على إحصائيته. ثم المرة الثالثة. جوج. ثلاثة. أربعة. زيد. والرابعة. ثم يا أخي الكريم نفس الشيء عند سون هيون. واحد. مرتين. ثم المرة الثالثة. والرابعة ثم يا اخوان مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللعب ب 100 كوينز او 300 كوينز اوكي عندنا كل شيء سير كيضحكوا علينا هذا انا تاعنا متيقين بابالو راه الدوري الفرنسي هذه المرة بعدونا بزاف بغيت نجربو مع بوم التغارات كاملين سير تنشوفو نعصر الحصان سير تنشوفو حنايا واش غيصدق ولا لا ما خاصني والو عندنا خمسة المحاولات مازال بسم الله ندخل على بطاقة اللاعب محمد صلاح مرتين على التوالي بالنسبة للخطوة الثانية ندخل على اللاعب كيزا مرة واحدة A few moments later تطبيق الخطوات بشكل صحيح سوف نقوم بتفتيح الباكج وان شاء الله يا ربي يجي شي واحد فيهم سير ودفك ممكن تعطيه ضو خضر حتى هايلايت ما كاينش هضرو كمال طالع عليا كمال هي الكمال الكبيرة الثغرة الثالثة فشلات معانا اوكي زير بعدين كدا تضغط على الشورت دي وبعد كدا تجيب بوزيشن تمام اوكي هذا بدل هذيك مبقاش كليك يدير هذا بدل لينا كلشي سير بلاير فاليو ها هاهي خمس نجوم اللي هو دوغلاس لويز زي ما انت شايف اها تمام اول لاعب خمس نجوم نقولك عليه عارف فين هو دوغلاس لويس ساعة هو ها زيد لف التقاط بالشاف اللي قدامك ده صح لف التقاط بالشاف اللي قدامك ده سنعود بعد قليل زيد بس بيناش هو اوكي صافي درنا التقراتي زيد بسم الله الغدرة الغدرة برو دار لينا الغدرة كتشوف بانه انا غادي شوي كيبان لك مستلي اوكي استيبان هذا عندي لكم تغرى من عندي يمكن الفيديو هذا هو الحاجه عاد ورك على صون مره كيزا مره دخل دير صون قلب فيه طق صافي خرج من بعد دير صلاح مره من بعد صون مره صافي وتخرج دير الهوم تعاود تدخل دير راسك بان ما بغيتيهمش زعما فهمتي ما بغيتيهمش صافي ومن بعد تدخل بلا ما تشوف في الباك نيشان سبين نادي نادي كيحمسو كفرو حتى ديك اللقطه كتشوف انت هذيك الدور اللي على فلان كي دي المهم المهم قربنا شويه زين نشوفو هذا فين بعدا كان كنحيدوه ريليس باقين اقرب واحد هو كازامين تابعو هذا اوكي واصون هذيك ربي وجي دي خلاص اوكي بقى جوج محاولات صدقات هي هذيك ما صدقاتش اتس اوكي ماشي مشكله بسم الله يا ربي يجينا محمد صالح هذا صون نشوف شنو هذا هايلايت يقدر يكون زعما هايلايت شوف هذيك تفرقيع وديك السمعات هايلايت كيخص يكون دو خضر لا تهدى ماشي هايلايت العشاء بدا اوكي بقات اخر محاوله ليتس جو
ما جوش. حاس بان شي غدره، ما غاديش يكون شي واحد ناضي. حيت صعيب باش يجي شي لاعب واعر، فهمتو؟ ما عندكش 900 كوينز يو سي اصدار شي 900 كوينز شي تو شي لايك ذيس يا مبوي. فين خوت، مرحبا بكم. بان في الاول كتبتوني تاع البارسا ودابا توني تاع المغرب. فما كنريكوردي شي فيديو هاد اليوم تولي تا تونيات علام. الصيف جا ضروري، ما خصنا نصيفو حتى حنا. المهم ما علينا، دابا كنريكوردي ليكم ايفنت تاع نهار اثنين يمكن ولا الخميس اللي فات، ودابا هذا خميس جديد وانا غنلاق عليكم هاد الفيديوهات باش نديرو احداث مزيانه. وخا لعبت في الديفيزيون ماتشات هاربين، هذيك ماتشات غنخليهم حتى الاخر تعاد الفيديو هذا باش غنديرو لكم. قلت علاش ما نزيدكمش فيديو اخر ونشاركو بجوج باش هكا الفيديو يكون اكثر امتاع. يعني ماشي حتى درت غير هذيك التفتيح باكو ما جاني حتى شي حاجه، الفيديو ما يطلعش كيف ما يعني مولف. يعني كيجي شي واحد ناضي كنجربوه كاملين كنشوفو الطاقه ديالو اللعيبات، داكشي علاش جمعت شي كونترات. اتلانتا ربحات، داروا ليها الاحتفاليه ديالها وعطاونا اللعابه ديالها. هاي عطاونا دابا هنا ثلاثه ديال الفتحات، فتحه واحده فابور من تسجيل الدخول، وديك جوج كتلعبهم في الايفنت. اوكي غنتيستيهم بعدا كاين قدامكم باش تشوفوا معايا. انا كاين لقمان شحال واحد دوى عليه هو اللي زعما ناضي فيهم، ما عرفتش غادي يجي فيه هو الاول ولا لا. واصلا اللي باغي نجرب فهمتي، ما الاخرين ما يمكن نعرفهم حتى واحد الصراحه. سكافين بالنسبه للايفنت تاع بيكين باور راه باقي معانا، باقي لي 11 يوم عاد باش غادي يسالي. شوف نشوفوا واش غيزين هذاك مودريتش ولا باقي دوبيل. يعني ما كاينش مودريتش انا باش البيض وي دي بانيكا. هي ماسك مع اشبيليا مشات سيرا او جوج. يلا ليتس جو تاو ما فيش دخله. وات ذا فاك، من كان سكيبي عاد كيجي. المهم كملنا الباك ختمناه. اوكي مودريتش جا صافي، شحال بقى من واحد 8 لعابه. هما كملنا بقات 8 لعابه، هذوك الاخرين كاملين باسلين ما فيهم ما يدار. اي نوكو ويليامز، تير شيغان، نونو مينديس، برونو فرنانديز سمعت انه كيوصل 102. جيرود مع هذا توني جديد تمل كسي اللي كتب لك هو اللي غادي يجيك. اوكي ما غاديش نشوف، غنخليكم نتوما تشوفوا الفيديو. انا تليفون راه مهبطو تحت، ما عرفتش شكون غادي يجي. اوكي دوري الاسباني، ام دي وايت، توني كروس. ياك ان شاء الله بربي. شي مشكل انا مازال ما عندي حتى شي بطاقه ديال الخوت. حنا رجعنا لكم بواحد التحدي جديد. المهم التحدي تاع اليوم اللي غادي يكون عندنا في هذا الفيديو هو عباره على نعزلوا واحد الخطط العشوائيه درناها في ديك العجله ديال الاسماء، وغادي نديروا حتى اللعابه كل واحد ماشي في البوست ديالو. يعني داكشي كامل عباره عن تحدي عشوائي. زائد على ذلك غادي نلعبوا كوب اونلاين ضد بنادم. انا وضيف الحلقه اللي معايا اليوم وانا غني على التعريف. قول لهم ما كيعرفوكش هما. المهم شوف راه معكم محتاج النازل ديال بي اس 5 بلور كونتر اتاك واش راجع لور الترا ديفندي كيز ديك. انا هذوك خوتي كيبيعوا لي فيديو خوتنا راه شحال هاد خوتهم يحيدوا البي اس هادي كيدا بورتاو كتي وليك كيدا بورتاو كحاليا. المهم دابا نبداو عجلة الحط ديالنا باش نبداو بلاتي نشوف الخطة. هي أول حاجة كما كنا قلنا أوكي دابا غادي نديرو لعيبة نشوف شكون غيجي فين. سير لا نبداو معاك انت الأول، انت ضيف حلقة. جات فكرة 4-3-3 هذا نشوف دابا أنا شنو غيجي فيا. يا ربي ما تجينيش 5 عمري ما لعبتش بيها ما باغاهاش تجين. ني 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 كانت غطيح فيا 5 وين تا انا جاتني بحالك 4-3-3 ما ماشي مشكل ماشي مشكل. دابا انت فاضل 4-3-3 حسب انت غتعدي 7 الله كبر خير ما يجيني ميسي في الجول.
على دابا الخوت غادي نمشيو نشوفو لي بوست، كاين سي ام ال دبليو دي ام، بزاف ديال المراكز غادي نشوفو شنو غادي تعزل لينا الاول. اوكي بسم الله، شكون جا في الاول؟ ها جا، علاش جا اغ دبليو. دابا اغ دبليو غادي نشوفوه شكون هو فيهم، شكون فيهم اللي غادي يجي فيه بوست اغ دبليو. باش انا غنشوف اللعاب اللي عندك بلاتي هما كدور. المهم ما بيش تا هو في الهجوم انت اغ دبليو اف، غتحط لي فاندوسكي. دابا نشوف انايا شنو غادي يطيح فيا اش من بوست. انا جا فيا سي اف راس حربة، راس حربة، ونعزل شي واحد من سميات اللعاب ديالي. نشوف الله يجازيك الخير. نشوف بلاش تعال الله يعلم، نشوف شكون اللعاب ديالي شكون غيجيني في راس حربة. وات ذا فاك، شكون راس حربة؟ حكيمي من الله. حركة 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 حركة. و حتى اللي كيلعب 67 راس حربة. راس حربة والله الا راس حربة. سير نشوفو ديك البوست اللي غيجي فيك انت تاني. ما فهمتكش انت، مالك مع الاجنحة؟ هو جاك حيدتي من اغ دبليو جاك ال دبليو. والله جاك ال دبليو. دابا بلاتي نشوفو سمية اللعاب اللي غادي الله يجي فيك شي واحد مزيان متعرف. الله اكبر، حط كيميش، حط كيميش كيميش ال دبليو. A few moments later. المهم الخوت نبداو الطرح ديالنا، انا قصروا المباراه الوقت 10 دقائق درناها باش ما نطولوش بزاف، ومن بعد نلعبوا كوب سباقين تحديات اخر. ليتس جو، دير ليدي هاد الماتش كيفاش غادي يدير يخرج الله اعلم. ترى هو دابا تحس فيه، دابا التشكيل عندك كتلقى شي مفيح 4-0 ما تعرف لا تبروسي لا تيري، غيتماركو من السونتر صح. واه دير هذيك الشرطه الموف غتمشي كل شيء. المشكل انا كنلعب كنلعب بالديفونس بزاف اصاحبي. شو شو تشكيلتو كيفاش داير؟ اولي 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 مار ليش يا ربي ليش هذا سير الله على ميسي دائما. هذا بواحد اللي جاب بلاصتو باس كي يموت ليش كيدير كيش باس هادشي ديني كينا خرج اي 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 البلوك البلوك اي 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 بغيت نقلو مستقل سالبا شي بروصاج حبس والله يتحبس عندك ميت سير شي بغيت نقلو مستقل عاود البلاد بغيت تفهمني حلاقة في ما كيف عم يحشوهم وفاد شنو وقف شنو وقف قول لا كيف بحال سومر سير اخوان اوي تسيقل اوي هاي كيف تحمس 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 تصاحبي هاي الهجمة ديالك شكون يصور هذا ليفاندوسكي؟ ايوا نيمار اي هاي تصدمونا طيب تصدمونا براو براو صح شو ضربت في ديليخ ضربت في ديليخ تاع يلا ست تاع علم كوستا كورتا مزيان مزيان مع كوستا كورتا هكاك ضربت في ديالي كيسي فهمت حيت ده حيت ده بدا صغبي بدا صغبي بدا صغبي ويكون نوح صغبي هذا بعد الكورنيت خويا صباح ورجع ديفونس شي من الفيديو تاري يرد عليا ديفونس قبيح قبيح انا قبيح اخويا سير حكيمي خرج 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 اتلا معطل كونيكسيون عبد الله وصلات كتوقع سيرا شو هالاند
اي حبسه بيضو اوه مارا what the fuck ده صاحبي عربني هاد اللعبة هاد والله تعربني الله ميسي شو واحد يقيس كورة صحيح عند لعبة هاي كورة كبر من وجهه كورة كبر من وجهه كيفاش مش كورة ما انت تشوف هاك من ما ضربت يا بنتي تش دليت مطايف مع صاديبة وي كورة ناصح كورة ناصح What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? لا دار متلاش براسو ايه سيرا اكتر اوي هاي حبسها والله يتحبس اوي هاي هاي بيت بين سير طاح في الارض مسكين يلا ناو شيري خليه شيري سير الله حكيم الله شحال من بارلا صاحبي عندي انا شحال هاطريك تاع البارلا جبت واحد تشو اوتومان دي دفع دفع اوتومان دي دفع دي يونغ وات ذا فوك كيف تقوى كونترا تاكسي طيحتيني واو رازلك بيها تخشاش ما فهمناش والله بلوكاج تاع هالاند واو ندزنا الاصوات الصاط مشينا تعادل في التشكيله العشوائيه دابا غادي نمشيو نديرو كوب شكون مزوين نمشي نطلع اليوم دابا نشوف واش ندير ليلي شكون جانا بعدا الله 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 اللي قلت لك واحد يقدر يجي عندنا صون واش شو عندهم صون عندهم كنافارو صعيب هاي صعبه بغيت نمشي ليا فان بغيت لا مشيت لها فان داك ولكن ما لحقتش باس ما طلعتش اوجو سي كمل ناضي عرفت شكون اللي هرس ليهم اوجو ديك الظاهر ديالو ماشي نديرو حنا انتكادا ديالك سير على بيتك ايوا ويلي بابا انت قد النقله جبناهم غير منتظره دغيا داك الشيء كنت عطلوش حنا ماشي يا قرانه سير حيت ما خلاص عرفتي هادي هذا بس شوف انا دابس ميسي و ذا فاك شتي تجلسي وصلك شي واحد
سير. عن what the fuck اصاحبي تجي واه نيمار تبط بعضا باغي يدوز برونسي عرفتو شديتو بديونغ ولكن ما تسدش قلت لي مار انا دابا انا شديتو بنيستا شوف شديتو بنيستا ولكن انت ما ديك كلير ما عرفتيش بانه راه غتجي حدا الكره ما درتيش كلير فهمتي سويتش بدل لعب شونجي في الاول شونجي هذاك اللوراني شتو انا قلت لك شونجي اللعب هذاك ما تشونجاش لك هذاك كاين دروك كيكو باه جوج مرات زلق المره الثانيه دوبل تاتش القونو يحيى ماشي مع الدرجات تاعو كثير يكتب السميه شو لاخر خلاها السميه تاع او فوتبول اش درتي اش درتي خديتها ليها صاحبي خديتها لي واه اش درتي لينا شكون فينا اللي غيحبسها بعدا شكون خاش عندك ندير لها شو باسيت لي نادي هاك نادي نايس نايس انا ما عرفتش كيفاش سونطريتها سير بوحدك طلبت لي براسو شنو دبل تاس نادي هاك واحد باس ها هي بروساج ديال واو شلون بلوكا ستيكس واو عرفتي كون صحابني ديونغ بوحدو كنت غنبرونسيها ولكن صحابني غيعمرو عليا وانا نتيريها نيشان في سالي الماتش سير عاود تير الهز واه الدقيقه الاخرى جبناهم واو على ريمونتادا كيديرها وبميسي يا بابا ارجنتيني سميتو ميسي ولا برازيلي ابيض براس السامبا شوف مع باساج مع سونداج عندك شي واحد عاود رجعت عندك مازال كور سالي نبدا ديك التحدي رابحين تعادلنا خسرنا ربحنا داكشي متوازن المهم خوت حتى لهنا غادي يكون وصلنا نهاية هاد التحدي هذا يعجبكم هاد التحدي تنجمو تسيبورت لنا واحد لايك سبسكرايب كومنت نشوفكم فيديو جاي شي كلمة أخيرة قبل ما نسالي الفيديو فهمتي خلي ان شاء الله تكون واحد ضربه الفيديو الجاي نشدو حتى شي ابيل نقصرو بحال هكا داكشي واعر ان شاء الله زيد يلا بيس اوت.